يدافعون عن الظلم ويدافعون عن الفاحشة على التلفزيونات أمام الملأ، ويرون ألا بأس بالفاحشة والمنكر، فمعنى ذلك أننا ابتعدنا عن ديننا كثيرا. الله عز وجل يقول في سورة النور الكريمة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. مهما بلغ الناس من علم، مهما تصور الناس التقدم في صورة من الصور، مهما فهموا الحرية في أي صورة من الصور، مع ذلك الله عز وجل يقول لهم: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنالك فئة من الناس تريد أن تنشر الفاحشة في المجتمع بدعوى أن هذا أمر واقع، ويتحدثون عن المجتمع بأنه مجتمع منافق. كيف يكون المجتمع منافقا؟ يقولون إنه يمارس أشياء ولكنه يحرمها. هل إذا كان الإنسان يمارس مع أهله في بيته علاقته الزوجية الكاملة في إطار الحلال، هل معنى ذلك أن نفعل هذا في الشارع أمام الملأ؟ هل يريد هؤلاء من المجتمع أن يصير مجموعة من الخنازير أو مجموعة من الخراف أو الكلاب يمارسون شهواتهم في الشارع أمام الملأ، ثم بعد ذلك إذا قال أحد إن هذا منكر يتهجم عليه الناس، يتهجم عليه أدعياء الحداثة، ويتهجم عليه أدعياء القانون، بل والذي يؤسف له أنه يتهجم عليه بعض المنتسبين للدين أيضا، ويقولون إن هذا ما كان ينبغي له أن يصل إلى هذا المستوى. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هؤلاء يحبون للفاحشة أن تشيع، وليس في أي مجتمع. لو أحب الإنسان أن تشيع الفاحشة في مجتمع فاسد أصلا فهذا قد يكون الأمر خفيفا. في أوروبا وفي أمريكا الناس وصلوا إلى هذه المرحلة، بل العجيب أنهم هم أيضا وما زالوا لا يستمرئون هذه الأوضاع. ما زال الإنسان الأوروبي في معظمه والأمريكي في معظمه ما زال يستحي من أن يفعل هذه الأشياء. والله لقد رأينا الناس في الحدائق في أمريكا، ورأيناهم في الشوارع وفي أماكن عمومية، لكنهم يستحون أن يفعلوا شيئا يتعارض مع الفطرة وليس فقط مع الدين. تجد الرجل مع امرأته وعندهم حتى مع صديقته، لكنهم يحترمون الفضاء العمومي، يحترمون الشارع، يحترمون المؤسسات التعليمية، حتى إذا أرادوا فعل المنكر يذهبون إلى الفنادق أو يذهبون إلى الأماكن الخالية. لكن الغريب أن يأتيك من أبناء المسلمين بل ومن الأساتذة في الجامعة، عندما تأتيك أستاذة جامعية وتدافع عن هذه الأوضاع المخلة بالآداب والحياء، عن شاب يقبل شابة في الشارع العام وتدافع دفاعا مستميتا وتقول إن هذا أمر عادي. أمر عادي؟ أترضينه لابنتك؟ أترضين لابنتك أن يفعل بها ذلك في الشارع؟ أترضين ذلك لأمك أن يفعل بها في الشارع؟ أترضين ذلك لأختك؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل شاب متوقد يحترق يريد أن يمارس الفاحشة، فقال: يا رسول الله أذن لي في الزنا. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قضية الشهوة ليست أمرا عاديا، ليست شيئا هينا. الشهوة عندما تتوقد في نفس الإنسان فإنه إذا لم يكن لديه إيمان قوي، إذا لم يكن لديه مانع في نفسه قوي، فإنه سيقع في الفاحشة. لذلك كان لابد أن يهدأ هذا الشاب أولا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقترب اقترب. فقال له: اجلس اجلس.
أي إهدى، يريد أن يهدئه أولا، لأن هذا شاب ثائر، شاب يريد أن يقضي شهوته وهو غير متزوج، فلا يكفي أن تقول له حرام، وإنما لابد من التوجيه، لابد من التربية. لا أتحدث عن العقوبة، العقوبة نعم مقررة في الشريعة الإسلامية، ولكنها تأتي في مرحلة أخيرة. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب أيها الفاسق أو أيها العاصي، لكن لابد من التوضيح ولابد من تهدئة النفوس. فقال له اجلس، فجلس الشاب. قال له ماذا تريد؟ أي أعد علي خطابك. فأعاد الخطاب، يا رسول الله إذن لي في الزنا، أي أريد رخصة من أجل أن أمارس الشهوة في الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أترضاه لأمك؟ هل ترضى هذا الأمر لأمك؟ قال لا يا رسول الله، ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، لكن عشنا إلى أن سمعنا من يرضى الأمر والعياذ بالله لأمه وأخته وابنته، عشنا إلى أن سمعنا هذا الوضع. هذا الشاب في عهد النبي عليه السلام قال لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي، وهل يرضاه الناس لأمهاتهم؟ صار هو الذي يغضب الآن. وهذا أسلوب جميل في التربية، أن تجعل المتلقي يصل إلى النتيجة بدل أن تلقنه إياها. ثم قال لا، أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، ولا الناس يرضونه لأخواتهم. ثم عدد له من قريباته الكثير، خالتك، عمتك، كذا كذا كذا. قال لا يا رسول الله. قال له النبي عليه السلام، فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم، أي أن تلك المرأة التي ستزني معها هي أيضا إما أنها أم لشخص آخر، أو أخت لشخص آخر، أو بنت لشخص آخر، أو خالة أو عمة، بمعنى أنها امرأة كتلك المرأة التي تريد أن تمارس معها الفساد. فقام الشاب وقد اقتنع، ما أحوجنا إلى التربية، ما أحوج شبابنا في الإعداديات والثانويات إلى جلسات تربوية، جلسات إيمانية. أحيانا ينظم المجلس العلمي، ينظم لقاءات مع الطلاب ومع التلاميذ في الإعداديات والثانويات، وقد حضرت بعضها. لكن للأسف الذي يؤسف له أن كثيرا من الإخوة الأساتذة لا يقيمون وزنا لهذه اللقاءات، فتجدهم يعني لا يهتمون بتشجيع الشباب على حضور هذه اللقاءات التربوية، هذه اللقاءات التوجيهية. المفروض أن الأساتذة والمديرين والحراس العامين هم الذين يطلبون من المجلس العلمي أن يوفد لهم من يلقي لهم درسا أو من يوجه لهم توجيها لهؤلاء الشباب. وأكيد أن هؤلاء الشباب لو وجهوا ولو نبهوا إلى خطورة ما يقدمون عليه لما فعلوا ما يفعلون، ولما وصلنا إلى هذه الدرجة أن يقف شاب في الخامسة عشرة مع شابة في الرابعة عشرة يتبادلان هذه الأوضاع المخلة بالحياء، ويصور ذلك وينشر على الأنترنت، فيضحك علينا الغرب قبل الشرق، ونصير سبة أمام الملأ، ويصير بلدنا للأسف بعد أن يلمع أهل القرآن صورته يأتي الفساق فيفسدون هذه الصورة. لقد تجمل وطننا بهاجر أبو ساق وبالشابات الأخريات اللائي نلن جوائز عالمية، أول جائزة في القرآن الكريم، وكانت هؤلاء الفتيات قد رفعن رؤوسنا في السماء، حيث إنهن فزن على كل فتيات العالم الإسلامي في تجويد القرآن. لكن تأتي هذه الصور المؤسفة والتي تجعل وجوهنا وأنوفنا تتمرغ في التراب، ويصير الناس يلمزون بلدنا ووطننا بأنه بلد الدعارة والفساد، والواقع أنه ليس كذلك. هذه حالات شاذة. مجتمعنا والحمد لله مجتمع القرآن، مجتمع العفة، مجتمع الحياء، لكن الغريب أيها الإخوة هو عندما يصير المنكر معروفا والمعروف منكرا، عندما يجادل الناس بغير علم في الحلال والحرام، هذا هو المشكل. تناول الناس هذه القضية في الإعلام في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية، وما كنت أريد أن أخصص لها خطبة،
ولكن لأن الناس تحدثوا يمينا وشمالا والبعض يدافع هل القبلة حرام، صرنا نسمع هذا الكلام، وصار الشباب يناقشون على الفيسبوك والمواقع الأخرى الاجتماعية يناقشون هذه القضية. هل الناس كانوا يسألون عن المصافحة، هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟ وجدوا للأسف من المفتين الضالين من أفتى لهم بالجواز، فانتقلوا بعد ذلك إلى الخطوة الثانية، هل القبلة حلال؟ سيجدون من يفتيهم ويقول لهم لا بأس بذلك، ثم يصلون إلى الثالثة، هل الزنا حلال؟ وقد أحله الحداثيون، الحداثيون الآن يقولون بكل وقاحة، ما الذي يمنع من علاقة شاب بشابة يحبها في غير إطار الزواج؟ وتحدثت إحدى الحداثيين من شهور فقالت لماذا تفرضون علي أن أعقد الزواج على رجل من أجل أن أمارس شهوتي؟ هكذا يتطور الحرام، هكذا القرآن شدد في قضية العلاقات الجنسية تشديدا كبيرا، لماذا؟ لأنه يعرف أنها خطوات متتالية وبعضها يؤدي إلى بعض، وإذا وضعت رجلك في الدرجة الأولى فقد وقعت في الحفرة أو في الدركة، إذا وضعت رجلك في المقدمة الأولى، انتبهوا أيها الشباب، انتبهنا أيها الشابات، انتبهن جيدا، إذا وقعت في المقدمة الأولى فانتظر الخاتمة، لا تقل لي أنا أضبط نفسي، هذه غريزة جعلها الله في نفوسنا نحن البشر، جعل الله تعالى في نفوسنا نحن الذكورة ميلا إلى الإناث، وجعل الله عز وجل في نفوسكن أيتها الإناث ميلا إلى الذكور، ولذلك أمر الله عز وجل ألا نفتح الباب تماما للحرام، وأن نصبر وأن ننتظر وأن نتعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. انتبه أيها الشاب وانتبه أيتها الشابة، لا تفسد على أنفسكما مستقبلكما، إياك أن تفسد مستقبلك، إياك أيتها الشابة خاصة أن تدمري مستقبلك بنفسك، وعندما تصيرين لعبة بأيدي الشباب تخسرين الواقع والمستقبل. من الذي سيرضى بك زوجة؟ حتى صديقك الذي يمارس معك الفاحشة عندما يريد أن يتزوج يقول لابد أن أبحث عن فتاة معقولة، لابد أن أبحث عن فتاة طاهرة، ويتركك للشارح. انتبهوا أيها الشباب، القرآن يحذر من اتخاذ الأخدان. وتحدث الشباب في المواقع عن حكم المصاحبة، ما حكم أن يكون للشاب صديقته؟ وهذا للأسف نجده حتى عند الملتزمين. انتبهوا أيها الملتزمون، انتبهوا أيها الشباب، انتبهنا أيها المحجبات، لا تفسدن حجابكن، لا تشوهن دينكن، لا معنى للمصاحبة في الإسلام. ترى الشابة بحجابها وترى الشاب بلحيته ويمضيان في طريق الكلية من الحافلة إلى الكلية ثم داخل القاعة، ثم إذا كانت ساعة فارغة يجلسان في حديقة الكلية ويخرجان بعد ذلك ويذهبان في يعني هل أنتم ملائكة؟ أنا لا أفهم هذه الوضعية تماما. إما أنكما مريضان مرضا مزمنا فابحثا لأنفسكما عن طبيب، وإما أنكما تمهدان للفاحشة، لا ثالث بين هذين. أقولها صريحة، إما التمهيد للفاحشة وإما أنكما تعانيان من مرض، لستما إنسانا سويا. الرجل السوي لا يمكن أن يصبر على المرأة وهي أمامه، والمرأة السوية لا يمكن. هذه علاقات فطرية جعلها الله في النفوس، فلماذا نخدع أنفسنا ونكذب على أنفسنا؟ وتسأل شابا فيقول إنها زميلة في الجامعة، إنها صديقة في الطريق، والعلاقة بريئة جدا. أي براءة؟ الإسلام حرم المقدمات لأنها تؤدي إلى النتائج. عندما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء سبيلا طريق خطيرة جدا، طريق مدمرة. ما قربان الزنا؟ قربان الزنا إتيان مقدماته. لم يقل لنا الله تعالى لا تزنوا، أتدرون لماذا؟
لأن من وقع في قربان الزنا أي من تقرب منه وقع فيه. لا تقل لي شيئا، لا أقبل مبررا في هذا الموضوع أبدا أبدا أبدا. والناس يقولون تتحدث عن مدير ومعه كاتبة ويقفلان الباب فيقولون لماذا تتحدثون أنتم بالشكوك، هذا عمل. تتحدث عن إنسان آخر مسؤول ومعه سكرتيرة أو أي إنسان آخر. الإسلام لا يقبل كل هذه المبررات. الإسلام يأمرنا بضبط حركة العين أولا، فيقول الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات، الخطاب مزدوج، لا معنى لأن نخاطب الذكور فقط كما يريد الحداثيون الذين يقولون إن من حق المرأة أن تخرج كما تشاء وأن تلبس ما تشاء وأن تتزين كما تشاء، وليس من حق الشاب أن يتحرش بها. الإسلام يقول ليس من حق الرجل أن يتحرش بأي امرأة عارية كانت أو محتجبة، ولكن أيضا ليس من حق المرأة أن تخرج عارية تعرض مفاتنها على الناس، لأن الناس في النهاية بشر وليسوا ملائكة. ولذلك نهى القرآن الكريم عن النظرة الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. أي النظرة الأولى تأتي بتلقائية في بيع وشراء، في معاملة، في دراسة، في أي شيء تقع عينك على الفتاة أولا، النظرة الأولى لا تحاسب عليها، لكن لا تتبع النظرة النظرة. النظرة الثانية ستؤدي إلى الإعجاب، فتدخل صورة هذه الفتاة في قلبك، وبعد ذلك تفكر فيما هو أكبر من ذلك، وهذا ما اعترف به الشباب. اقرأوا ما نشر في اليوتيوب هذه الأيام عن هذه القضية وشهادات شباب، أنا قرأت شهادات واقعية وبأصوات الشباب وبصورهم يحكون ما يفعلون ويقولون تماما ما يفعلونه في الشارع بالفتيات. فيقول أحدهم إنه بدأ بمجرد نظرة فإذا بها تصل إلى حرصه على أن يصافح هذه الفتاة، فيأتي وكأنه جاء من سفر أو شيء فيصافحها، لكنه بعد العطلة لا يكتفي بمجرد المصافحة وإنما يحدث تقبيل، ثم بعد ذلك تصل الأمور إلى ما وصلت إليه في إعدادية الناظور، فيصلان إلى القبلة العميقة، ثم بعد ذلك يضربان موعدا فيصلان إلى الزنا، ثم بعد ذلك انتظر أبناء الزنا والشوارع. وقال الحداثيون لا تقولوا أولاد الحرام، وماذا يكون هؤلاء؟ أولاد حلال يعني؟ أولاد شرعيون؟ أولاد يسمونهم أولاد طبيعيين، بمعنى أن أولادكم أيها المسلمون الذين تتزوجون بطريقة شرعية يعني سموهم شيئا آخر، أما هؤلاء أولاد الزنا فهم أولاد طبيعيون وأولاد عاديون. لا، ليسوا أولاد عاديين، نعم هم لم يجرموا جرما، لا نحاسبهم بذنب ارتكبه الزنات، ولكن في الوقت ذاته ليسوا طبيعيين ولا شرعيين. نعم هكذا تتطور الأمور من النظرة إلى الابتسامة إلى الكلمة إلى القبلة إلى الزنا إلى الحمل إلى ما لا نهاية، هذه النتيجة. انتبهوا أيها الشباب، المصيبة إذن أقول ليست في المعصية، لأن المعصية قد تقع من أي إنسان ضعيف الإيمان قد تقع، لكن المصيبة عندما يدافع البعض على أنها أمر عادي ويقول لماذا تحاسبون هؤلاء الشباب ولماذا تحاسبون هؤلاء وهم أطفال. وهذا مشكل آخر، المشكل هنا بين الشريعة والقانون هو في تحديد سن الطفولة التي يحاسب أصحابها أو لا يحاسبون. هل الطفل في الفهم الشرعي هو الطفل في المفهوم القانوني؟ لا، الأمر مختلف. القانون لأنه للأسف قلد القانون الفرنسي لا يحاسب الشباب إلا إذا بلغوا 18، لكن ماذا تفعل في شاب بلغ 17 شهرا 30 يوما وارتكب جريمة قتل؟ ماذا تفعل معه؟ يقولون إنه قاصر ويذهب به إلى بيت الأحداث، يعني كأنه شاب 17 سنة
نحن عندنا في الشريعة صاحب 17 رجل، وأسامة بن زيد رضوان الله عليه كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة جيش وهو ابن 17، ومحمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية كان ابن 17، أما ابن 14 عندنا فقد كان مجاهدا. قرأتم قصة غزوة بدر الكبرى، وقرأتم قصة عائذ ومعوذ ابني عفراء، وكان في 14 من العمر، فجاء يريد أن يجاهد. قال له: يا رسول الله، أريدك أن تعطيني إذنا في أن أدخل للقتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت في 14، يعني مشكوك فيك، هل أنت بالغ أصلا أو غير بالغ؟ أنت طفل يعني. قال له: يا رسول الله، أنا أستطيع. قال: ما دليلك؟ قال: أنا أسرع فلانا وقد أذنت له. كان شاب آخر في أرض المعركة، وكان هذا الشاب يغلبه. قال: أنا أسرعه. قال: أو تستطيع ذلك؟ قال: نعم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعقد لهما مصارعة، فتصارع الشابان فصرعه أرضا. قال له: ادخل لأرض المعركة فأنت رجل. نعم، الرجولة عندنا ليست مرتبطة بالسن. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، ولم يقل حتى يبلغ 18. 18 عندنا في الفقه الإسلامي هي أقصى مدة. لو أن طفلا طالت طفولته ولم يجد علامة من علامات البلوغ، فإذا وصل 18 نقول له: لا تنتظر علامة أخرى، لا تنتظر، فأنت شاب، أنت بلغت الآن مرحلة الرجولة. لكن لاحظوا الخطأ أين وقع، والنقاش للأسف الذي تابعتموه في هذه الأسابيع لم يتطرق لهذه القضية أصلا، وإنما سلموا أن هذين الشابين طفلان صغيران. هل الطفل الصغير يمارس هذه العلاقة بهذه الطريقة وبالذي شاهده الناس على الموقع بهذه الشدة وهذه الحرارة التي فعل بها هذه الفاحشة أمام الملأ؟ لا، إن الطفل الصغير قد تقع منه بادرة من البوادر أو شيء من هذه الأشياء بشكل خفيف جدا، لكن ابن 15 إنسان بالغ، هذا إنسان في الشريعة الإسلامية مكلف، مكلف ويحاسب. نعم، والبنت أيضا، بنت 14 قد تكون بالغة. نعم، قد يتجاوز البعض هذه السن، لكن بعض الإناث قد يبلغن سن البلوغ على 10، وربما على 11 أو على 12، وقل من تتجاوز 14 أو 15. إذن المشكل بين ما هو قانوني وبين ما هو شرعي. ثم المشكل الآخر هو عندما نحلل ما حرم الله، وعندما نستشهد بسيرة رسول الله. والله ما أوجعني أكثر من شخص جاء يتحدث في إحدى قنواتنا باسم الدين وكأنما يريد أن يبرر الجريمة، فقال: إن هذا الأمر وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتر الحديث بترا. هذا باحث في الدراسات الإسلامية، بتر الحديث وأزال منه ما يكون ضد الحاضرين من أجل أن يرضي العلمانيين والحداثيين الحاضرين معه في حلقة النقاش. بتر الحديث وجاء بصحابي شاب قبل امرأة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، وقع مني ما وقع. فقال له: اقرأ. قرأ عليه قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال له: اذهب. هكذا جاء بالحديث، وكأنه يريد أن يقول: أيها الشباب، إن القضية سهلة جدا، يمكنك أن تقبل صديقتك، والله عز وجل يقول: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الأخدان أي الأصدقاء، الزمالة بالنسبة للذكور مع الإناث. وقال في الإناث أيضا: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. في الشباب: ولا متخذي أخدان، وفي الشابات: ولا متخذات أخدان. لكن ما رواية الحديث؟ الحديث أحكيه لكم كاملا. الحديث صاحبه أو بطل القصة التي وقعت في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم اسمه أبو اليسر، يعقله اسمه أبو اليسر. أبو اليسر هذا كان تاجرا يبيع التمر في المدينة، فجاءته امرأة وقالت وأرادت أن تبتاع منه تمرا، فاشترت منه شيئا من التمر وتساوما في الثمن، ويبدو أنه أعجب بهذه المرأة. ولاحظوا أيها الشباب، إبليس يتدخل بسرعة. إبليس قد لا تكون مستعدا لشيء، قد لا تكون تفكر في شيء أصلا، في لحظة في ثانية يعجب الشاب بالشابة، وربما أعجبت هي أيضا به، حتى لا نبرئ أو نتهم أحدا، فالإعجاب قد يكون من الطرفين، والنظرة يمكن أن تفعل في صاحبها ما تفعل، فانتبهوا إلى النظرة، انتبهوا، فيقع الإعجاب فإذا بالمنكر يقع. قال: فجاءت المرأة تبتاع تمرا، فقلت لها، انظروا إلى الحيلة، انتبهنا أيتها الشابات إلى حيل الشباب، هنالك شباب عندهم حيل ذكية جدا، خطرة جدا، من أجل أن يوقع المرأة، ثم بعد ذلك يلفظها كما تلفظ النواة. قال لها: إن لي تمرا في البيت أطيب منه. يكذب، كذب عليها، إن لي تمرا في البيت أطيب منه. قال: فلو أتيت معي إلى البيت لأعطيك تمرا أجود. فجاءت، لو كانت هذه المرأة تفكر بشكل جيد، لو كان لديك تمر أجود لماذا تتركه في البيت؟ لماذا لا تضعه أمام تمرك الذي تبيعه في السوق؟ لكن المسكينة تصدقت فذهبت معه إلى البستان، فدخل بها إلى البستان، وفي الرواية هكذا قال: فضممتها إلي وقبلتها وفعلت بها كل شيء إلا الجماع، قال: لم أجامعها. فإذا به يستفيق، عندما استفاق من الأمر قال: ماذا أفعل؟ ما الذي فعلت؟ أنا شاب، أنا أجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويقع لي ما وقع. أقول في هذا للشباب الملتزم: انتبهوا، انتبهوا، لا تقل إني ملتزم، لا تقل إني إيماني قوي، لا يمكن أن تقهرني فتاة بجمالها مهما كانت، مهما بلغ إيمانك، فانتبه، فإنك يمكن أن تقع إذا أتيت المقدمات فستقع. مع أن هذا الشاب قال: فعلت بها كل شيء غير أني لم أكشف عليها ما حرم الله ولم أجامعها، يصرح بالعبارة. قال: فذهب إلى البيت، يعني هو حذف أشياء، أغلق الدكان وندم ندما شديدا. قال: فقلت: ماذا فعلت؟ فذهبت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته نادما، وهذا هو الذي لم يقل على القناة الفضائية عندنا، لم يقل إنه، لم يقل حتى الباحث في الدراسة الإسلامية، لم يقل إن الشاب ندم، ولا قال إنه تحسر، وإنما قال: فذهب إلى النبي فقرأ عليه قوله تعالى: أقم الصلاة. لا، ليس الأمر كذلك، لا تبطل النصوص. قال: فذهبت إلى عمر رضي الله عنه فقلت له: أدركني فقد وقعت فيما فعلت. قال: وماذا فعلت؟ قال: جاءتني امرأة كذا وكذا. فقص عليه القصة، فعلم عمر أنه قد ندم ندما شديدا، فقال له: أستر على نفسك سترك الله، أستر على نفسك، أي لماذا تفضح نفسك وقد سترك الله؟ وهنا مشكلة أخرى، المشكلة ليست في المعصية فقط، وإنما المشكلة في المجاهرة بالمعصية. عندما يجاهر الناس بالمنكر، عندما يفضح الناس أنفسهم وقد سترهم الله، وعندما يأتيك أدعياء حقوق الإنسان يتضامنون مع هؤلاء بحفل قبل أمام البرلمان في العاصمة في الشارع العام، والقنوات الفضائية العالمية تصور: فضحتمونا فضحكم الله أيها الحدثيون، فضحتمونا فضحكم الله، فضحتمونا فضحكم الله. أي منكر هذا؟ أي منكر هذا؟ أي تضامن هذا؟ يتضامنون ضد منكر بمنكر آخر، أو مع منكر، ليس ضد منكر، يتضامنون مع العصاة بمعصية أكبر. وإذا كان هؤلاء تقولون إنهم أطفال قانونيا، وإن كانوا ليسوا أطفالا شرعا، فما حكم هؤلاء الذين مارسوا هذا الأمر أمام الملأ متحدين دين المجتمع ودستور الدولة؟ أليس دستورنا يقول إننا دولة إسلامية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع؟
أين الشريعة الإسلامية؟ أين الإسلام؟ أين القرآن؟ هل يقبل هذا دين الأمة أو قرآنها أو سنة نبيها؟ لذلك قال له عمر: أستر على نفسك واذهب لبيتك، يعني ابكي على الله واستغفر وتب. قال الرجل: فرجعت إلى بيتي فلم أطمئن، لم يرتح حتى لتوجيه عمر. قال: فذهبت لأبي بكر فقلت له: يا أبا بكر، قد حصل مني ما حصل، وحكى له القصة كاملة. فقال له: أستر على نفسك سترك الله. قال: فذهبت إلى البيت، قال: فلم أطمئن ولم يهدأ لي بال. هذا الندم هو بيت القصيد هنا، لم يهدأ له بال. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، إلى القائد الأعلى، الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فجلست إليه، قال: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، وقع مني كذا وكذا، وحكى له القصة كاملة. أتتني امرأة تبتاع تمرا، فقلت لها: إن لدي أطيب منه في البيت، لو ذهبت معي إلى البيت. فذهبت بها إلى البيت وأدخلتها البستان، فضممتها وقبلتها وفعلت بها كل شيء، غير أني لم أكشف عنها ما حرم الله ولم أجامعها. فاحكم في بما تشاء. هكذا قال الشاب. انظروا إلى الشفافية، انظروا إلى التوبة الحقيقية. هذا إنسان وقع في معصية ولكنه تاب توبة صادقة، قال: افعل في ما تشاء. طبعا الجريمة لم تصل إلى الزنا، لم تصل، هو يقول إنه لم يصل إلى الجماع، فالحد لا يلزمه حد الزنا، لكن لابد من تنبيه. قال الرجل أبو اليسر رضي الله عنه: قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقال وقال، بمعنى أنه قال له كلاما غليظا، قال لي وقال وقال، قال: حتى تمنيت أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم، أي تمنيت أن أكون قد بقيت على الشرك إلى ذلك اليوم وأسلم، حتى لا أمارس هذه الواقعة التي بدرت مني وهذه المعصية التي وقعت فيها. ومن بين ما قال له في رواية أخرى، هناك روايات متعددة لهذه القصة، قال له النبي عليه السلام: أغزوت في سبيل الله؟ هل جاهدت؟ قال: لا يا رسول الله. أجهزت غازيا في سبيل الله؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أهكذا يخلف الناس الغزاة في أهليهم؟ تلك المرأة التي وقع فيها كانت للأسف كانت امرأة مجاهد في سبيل الله، الرجل ذهب لأرض المعركة يضحي بنفسه. لكن الذي أريد أن أقول للشباب: انتبهوا، للشابات انتبهنا، مهما كان إيمانك فقد تقعين، ومهما كان إيمانك فقد تقع، لذلك تجنب المقدمات حتى لا تصل إلى النتيجة. الرجل في أرض المعركة يضحي بنفسه في سبيل الله، والمرأة وقعت فيما وقعت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا: أهكذا يفعل الناس بنساء الغزاة؟ رجلها ذهب غازيا في سبيل الله، وأنت تخلفه بأن تقبل زوجته وتضمها إليك حراما؟ فغضب النبي. قال أبو اليسر: فقال لي وقال وقال وقال، حتى تمنيت أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم. قال: اذهب حتى يحكم الله فيك، اذهب، ابعد عني. فابتعد الرجل وذهب خطوات، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، ما هي إلا لحظات حتى نزل قوله تعالى. هنا تأتي التوبة، هذه هي المعالجة الإسلامية. لا نتحدث عن عقوبة أو السجن أو شيء، هذا شيء أخير يأتي في المرحلة الأخيرة، المعاقبة والمحاسبة القانونية هذا يأتي في آخر المطاف. نتحدث عن التربية والتوجيه والتوعية. تربى الرجل، بان أنه تاب توبة صادقة، بان ندمه الشديد على ما فعل، فدعاه النبي، لم يدعو المرأة. لاحظوا النبي عليه السلام، لأنها وقعت في المعصية لم تصل إلى الزنا، ولم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضحها، دعا عنه، لم يسأله حتى عن زوجة من، إنما هي امرأة أحد من المجاهدين، لكن أن يقول له ادع لي هذه المرأة سيكون فيها فضيحة لهذه الفتاة. الإسلام لا يقبل الفضيحة، الإسلام لا يرضى بفضح الناس أمام الملأ، لا، ستره الله فاستر عليه، وإنما حاسبه هو وأدبه هو ونبهه هو. فقال لهم: أين الرجل؟ قالوا: لقد ذهب يا رسول الله. قال: ادعوه. فدعوه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اجلس. وقرأ عليه آية نزلت للتو في سورة هود، وهي قوله تعالى:
أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي تأديبا لك تنفل، أكثر من النافلة ومن الطاعة طرفي النهار في الصباح والمساء، وزلفا من الليل أي قم في جوف الليل وأد ركعات قياما لله واجتهادا في الطاعة وبكاء وتضرعا وخضوعا لعل الله أن يغفر لك. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أي أنت وقعت في سيئة فحاول أن تقوم بحسنات لتعالج قضيتك. قال أبو اليسر: فذهب مسرورا فرحا وقام ليالي عدة وصلى وركع وتاب إلى الله. فسأله الصحابة قالوا: يا رسول الله، في رواية معاذ وفي رواية عمر، قالوا: أله خاصة يا رسول الله؟ أي على هذه الآية خاصة بهذا الرجل؟ قال: لا، بل للناس عامة، أي كل إنسان وقع في معصية، نحن نحذر من الوقوع في المعصية، لكن من وقع فيها فلا نقطع له باب التوبة، وإنما يجب أن يتوب توبة صادقا. انتبهوا أيها الشباب، أنا أعرف أن بعضكم، لا أعرف أشخاصكم، ولكن أعرف يقينا أن منكم من قد يكون وقع في ذلك، منكم من يكون، لا أعمم، ومن الشابات أيضا من قد يكون وقع في ذلك، لأن البعض يأتي ويسأل هذه الأسئلة، كانت له علاقات مقدمات مع الشباب وكذا. انتبهوا، حتى لو كنت قد وقعت في الأمر فابكي على ربك واستغفر الله ولا تعد أبدا. وإذا كانت لك، أنا أقولها الآن للشباب، إذا كان لديك هاتف لفتاة تدرس معك، وإذا كان لك هاتف أيتها الفتاة لشاب يدرس معك، أنصحكما من اليوم أن تمسحاه مسحا، وفي المواقع وعلى صفحات الفيسبوك انتبهوا إلى هذه القضايا، لأن المنكر يبدأ بالمقدمات ثم تصلون إلى الزنا والفاحشة، ثم بعد ذلك تعالج القضايا بعلاجات عوجاء. ما معنى أن يفرض على الشاب أن يتزوج الشابة التي زنى بها؟ هو يكرهها وهي تكرهه، ولكن خوفا من المجتمع يتزوجان وبعضهما يرفض البعض ويقضيان بقية الحياة بدل الود والحب والرحمة والسكينة يقضيانها في الكراهية والأحقاد. انتظروا أيها الشباب واصبروا وتمسكوا بالدين واستعفوا عن الحرام حتى يكرمكم الله بعمل وتتزوجون بإذن الله، وآنئذ تعيشون فرحة العمر الحقيقية. لن تعيشوا الفرحة بالزنا أبدا، إنما الزنا فرحته مؤقتة في دقيقة أو دقيقتين ثم تعود بعد ذلك بالندم الشديد. أسأل الله تعالى أن يحفظ شباب المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم أيها الإخوة، فادعوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، ما أحوج شبابنا إلى الاستمساك، ما أحوج شبابنا إلى الاعتصام بالله، ما أحوج شبابنا في عصر انتشر فيه الفساد وسهل فيه الزنا، ما أحوجهم إلى أن يتمسكوا بكتاب الله. اقرأوا قصة يوسف من أجل أن تروا العفاف، من أجل أن تروا الشاب الذي لم يطلب الفاحشة وإنما عرضت عليه الفاحشة من امرأة أجمل ما يكون في النساء، لأنها امرأة العزيز وفي قصر وفي أبواب مغلقة، وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. احفظوا هذا الشعار، ليكن شعاركم أيها الشباب وأيتها الشباب قصة يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وليكن أيضا من شعاركم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه: يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذه هي البطولة، هذه هي الرجولة، هذه هي الرجولة للنساء، وهذه هي الشخصية الفذة للنساء والرجولة الحقيقية للرجال. البطل منكم أيها الشباب والبطلة منكم أيتها الفتيات هو من يحفظ فرجه،
والحافظين فروجهم والحافظات، الذي يحفظ فرجه إلى أن يدخل بيت الزوجية معززا مكرما، أنا هذا هو الذي أضرب له علم وأعطيه تحية كبيرة، وهو البطل الشجاع. أما الذي يغامر المغامرات الشبابية كما يقولون ويظن أن تلك هي الرجولة أو أن هذا هو الشباب القوي، فهذا باطل وهذا منكر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يحفظ شبابنا من الموبقات. اللهم احفظ شبابنا من الزنا، اللهم احفظ شبابنا من المحرمات، اللهم احفظ شباب المسلمين ذكورا وإناثا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أنبه أيها الإخوة قبل أن أختم على أن بعض الإخوة يزوروننا وقد سموا مسجدهم مسجد عمر بن الخطاب. قبل العيد كنا جمعنا لمسجد أبي بكر الصديق، وقلت من كان في قلبه حب لأبي بكر الصديق فليعن في بناء مسجد أبي بكر الصديق. اليوم زارنا إخوة يبنون مسجدا وسموه مسجد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فكل من في قلبه حب لعمر أرجو أن يساهم معهم بما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. فأسأل الله تعالى أن يوفق كل المؤمنين الصادقين، وأن يخلف على المنفقين ما أنفقوا، وأن يبارك لهم في أموالهم، وأن يبارك في هؤلاء الذين يبنون بيوت الله، وأن يصلح لهم الذرية والأهل والمال والولد. وبعض الإخوة والأخوات يرجون منكم الدعاء لهم بقضاء الحاجات، فاللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، واشف أمراضنا وأمراض المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه، آلي الحق حقا وارزقه اتباعه، وآلي الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تقود من ناصيته وتعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.